الكونشس والاورينتيشن والميموري والارتكيوليشن السبيتش. يعني هسه نفصل السبيتش شنو معناه. السبيتش اللي هو ارتكيوليشن، الجوجمنت الحكمه مالته، والكالكوليشن تمام، هاي ست اشياء. والجيت سبعه، الجيت عرفناه ميموري. اذا سبع اشياء، سبع اشياء: كونشس، اورينتيشن، ميموري، سبيتش، سبيتش، بعدها الجيت، الجوجمنت، كالكوليشن. كالكوليشن مو يعني بالله حسابات يعني. هسه نجي على الميموري الكونشس. هسه هذا البيشنت واعي كونشس تمام. هسه هذا كونشس اليرت، كونشس اليرت ماقف وفاعل وياي وطبيعي. اكو ليثارجي اللي شلون واحد كان باها ليثارجي. الليثارجي يكون هو مثل يغفل ينعس باختصار، يعني اذا احد ما حد حكى وياه هو يريد ينام، اذا حد حكى يفتح ويجاوب ويريد ينام. هيك الليثارجي. عندنا بعد الليثارجي اللي هو ستابيورس، لا اوبتندد، اوبتندد هذا اوبتندد شنو هو؟ هيس جتفه، يعني يصيح عليه ما يقعد. هيس جتفه يقعد الا ستيميليشن، يا شيكينج يعني او نلمس هيك ستيميليشن هذا، يعني مو مبين. هذا اوبتندد. استابيورس هو بين، يعني مثل شنو هو؟ نضغط هنا، نضغط هنا تمام، نحصر النيل ماله، يعني نسوي له بين ستيمولاي. هذا استابيورس اللي هو الرابع. الكوما يتصل خامس فاقد. بنتوا شلون تحفظوهم؟ عندنا خمسه اللي هو اليرت واعي قد مره، وال شو اسمه؟ الكوما يتصل خامس، بقى ثلاثه بيناتهم متسلسلهم. يمنعس يعني بس يصيح عليه يقعد، هذا ليثارجي. ان هيس جتفه ما يقعد بال يصيح عليه يقعد، هيس جتفه اوبتندد بين ستيمولاي اوف ستابيورس، هذا ليفل اوف كونشس، هذا كونشس اليرت تمام، كونشس اليرت. بس نجي على الاورينتيشن. اورينتيشن ثلاث اشياء اللي هو تايم بليس وبيرسون. تايم بيرسون، انت وين؟ انت وين؟ في المستشفى. بس شيء بس شيء مثلا هذا اعتبره ريليتيف وياه. هذا من هو؟ ياسر. انت شنو اسمك؟ يوسف. زين بس قبل شيء بس من وقت مش وقت الوقت. زين هسه الوقت شنو؟ قادر الصبح ولا بالليل؟ كم ساعه تقريبا؟ 10 ونص 10 زين. تشوف على الوقت انه مرض ما تشوف الضوء اصلا، مرض ما لا مرض هو بس ما يدري يعني عادي. لا ما يشوف الضوء حتى تعرف الوعي. يعني انت مثلا نايم 12 ساعه، اسمح لي انا نايم بدري جدا. يختلف بس هو يشوف وعي مالته يعني حتى النورمال، يعني اذا هو نايم ما اعرف ايش قد نايم. يجي 9 الوقت اورينتيشن كمان، كونشس اليرت اورينتيشن فول اورينتيشن. بعد شنو؟ ميموري. ميموري عندنا شورت ميموري ولونج ميموري. شورت ميموري نسال على البارحه او هذا الاسبوع، لونج ميموري قديم. بس مو تسأل أشياء يعني بحيث تنام ما يعرفها، يعني أشياء تكون يعني عامة وفيها أسباب مميزة. زين تعشيت البارحة؟ ما تعشيت. زين شو أسألي على الحلقة القديم؟ مويد أكشيت؟ أو ممكن حافظها، يعني مو شيء قديم يتذكر، ممكن بجد إذا عن شيء حاضر بجد. زين غزو الكويت إمتى؟ هذا كل يعرفه يعني. جد واحد زين. تمام هذا ميموري تمام. السبيتش حتى نقف من السبيتش شوي. السبيتش إحنا عندنا لوكال الفوكال كورد، عندنا سنترال. اللوكال الفوكال كورد ممكن يكون الفلاميشن، ممكن يكون هايبوثايرويديزم منطين هورتنس اوف فويس هايبوثايرويديزم، او ممكن نيرف انجري، يعني اللارنجيال نيرف سبب انجري بسبب تيومر او بسبب بريفوريشن السا الايزوفيجال او كذا، اللي هم اكو نيرف انجري. راح عندنا هورتنس اوف فويس، يعني مشكله لوكال هنا مو سنترال. هذا ولا بسربيلا، ثلاث اشياء سبيتش: لوكال، سنترال، سربيلا. سربيلا سربيلا. زين اللوكال عرفناها انه مثلا نيرف انجري، لارنجيال نيرف انجري، عندنا هايبوثايرويديزم او انفلاميشن بالكورد اللي هو الفوكال كورد.
هذا يعطينا هارسنس اوف فويس. شنو هارسنس اوف فويس؟ شلون واحد يلتهب ويصير صوته ما يتغير؟ بالضبط هيك يسموه مبروح ما اعرف بحه بالضبط هذا الهارسنس اوف فويس. نيجي على السنترال. سنترال احنا عندنا السبيتش بالسنترال اما يسموه افيزيا الليجن اما بروكس افيزيا او فيرنكس افيزيا كلش مهمه. البروكس افيزيا اللي هو الموتور يعني اللي يحكي تمام اللي يحكي بيه تمام اللي يحكي يعني مثلا اقول له هسه من سالته جاوبني هذا ما عنده بروكس افيزيا زين. الفيرنكس افيزيا يحكي بس ما يربط يعني شلون اللي شلون يقول علي مضيع يعني اساله ايش اسمك يقول لي انا بالمستشفى اقول له انت وين يقول لي اني فلان من فلان هيك تمام يعني ما له ربط يحكي بس ما له ربط. هذا يسميه فيرنكس افيزيا اللي هو السنسوري سنسوري هي فيرنكس افيزيا فالسنسوري اللي خلل ما جاي يربط يعني لوس اوف سنسيشن يربط. اما البروكس افيزيا اللي هو ما يقدر يحكي يفهم بس ما يقدر يحكي شلون تحفظوها اذا يفهم علينا بس ما يقدر يحكي هذا بروكس موتور بروكس افيزيا. اذا هو يحكي بس مضيع وما يربط فيرنكس فيرنكس تمام ها او يحكي بس ما يفهم يحكي بس ما يفهم يعني اريد افهم شنو النطق ماله ما اقدر يعني صوته ما ادري شلون يعني يحكي بس ما يفهم هذا بروكس يحكي بس ما يفهم هذا بروكس بس هو يفهم عليك يعني تلعثم يعني مو يتلا لا مو يتلعثم يتلعثم ما شري بالله ما يفهم الصوت ماله يعني ما يفهم يعني اكو شيء بيميز ما يتلعثم بس ال شو اسمه النبرة مالته يعني سريع مثلا مو سريع يعني هو هم سريع صار ربيت واحدة دكتور ياسين يعني شيء مرات تحكي بس ما يقدر يفهم عايش هو هذا هذا بروكس افيزيا عينا يعني تمام لا لا مثال واقع يعني حتى للتقريب مرات اللي يحكي سريع يحكي سريع ما يفهم علي شو يحكي هذا بروكس افيزيا. اذا يحكي بس ما يربط فيرنكس افيزيا تمام هي بيها شوي خلل يعني بروكس هي بالليفت بروكس بالليفت ويا موتور تمام فيحكي بس ما يفهم او ما يحكي هذا بروكس. البيرنكس هو صار بالالتقاء البرايتال والتمبرال والاوكسيبيتال هي سنسوري ما يفهم علينا يحكي بس ما يفهم يعني ما يربط مضيع هذا البيرنكس افيزيا تمام هذا السبيتش. عندنا بعد شنو هو الهايبوغلوسال والسيربيلا الهايبوغلوسال من ضمن السنسوري تمام. هايبوغلوسال شنو هو هو الموفمنت يعني مرات ما يقدر يحكي فد مره لان تانك يصير بي ويستن يعني فقلنا انسبكشن افتح حلقك انسبكشن للتانك ما بي مشكله لا فاسيكريشن لا اتروفي لا ويستن ان هذا مو هايبوغلوسال ما عنده مشكله هنا أنا يعني هذا المشكله براقص او براقص. هسه نيجي على التلعثم اللي هو السيربيلا. السيربيلا هو مثل ما قلنا هو عنده موتور عنده براقص البراقص شغال الهايبوغلوسال شغال ماكو فوكال ليجن بس شنو هو الريجوليشن ما عنده فهيك يعني يتقطع يعني القلب يروح جر تمام يعني قسطنطيني هيك تمام هيك فشلون اختبره بلا قسطنطيني كلمه بحيث طويله شوي ومو سهله يعني ولا هي سهله ولا هي صعبه بحيث يميز بيها الليجن عن الموليجن مثل قسطنطينيه هذا عينا يعني كل قسطنطينيه هذا ما عنده سر بالله الليجن ارتكوليشن ماله زين هذا يسموه ارتكوليشن إذن هذا articulation هذا phonation هذا expressive receptive اللي هو براكس receptive اللي هو بيرنكس phonation اللي هو vocal cord والarticulation هو cerebral هذا speech كلش مهم يعني. إذن هسه بالmental status إحنا شو نختبر رأيكم؟ بالمنتال ستيتس بالسبيتش نختبر يا جزء من ذني الريسبتيف والاكسبرسيف كلهم ما عدا الفوكال كورد الارتكوليشن الهايبوغلوسال والفوكال فونيشن يعني بروكس وبيرنكس وسيربيلا
طبعا نعرفه اذا من البدايه اذا بروبس او بيرمشن من البدايه من اول ما ناخذ بيرمشن عنده راح نعرفه لان يعني يحكي مضيع او يحكي بس ما يفهم هذا بروبس او بيرمكس بس الحين شنو هو الارتكوليشن يقول لي الفظ كذا كلمه اذا لفظها تمام ماكو تلعثم ويجر بها جر هذا ما عنده سيربلر ليجن تمام خلصنا من تل ستيتس اللي هو السبيتش وين بعد قلنا الميموري الجيت عرفناه شنو بعد ميموري سبيتش عاد كونشس اورينتيشن جيت الجادجمنت اللي حكمه عشان زين هذا من رجلك حاجه انك طايق اعطي لك مثل وتكمل من رجلك على زين شنو معناها شنو معناها شنو هذا المثل معناها الحكمه مالها جادجمنت يعني يعني الشيء اللي تسويه على نفسك على قد لا تكلف بطاقتك يعني لا تفهم شيء بطاقتك تمام هذا جوجمنت ما عندك زين خلصنا من تل ستيتس سيربلر ليجن ما عفوا المننجيال مننجيال ساين مننجيال ساين اكثر شيء في الاطفال يعني ما معقوله واحد بيشنت يجي جان بس مطلوب يعني عندي تو مننجيال ساين اللي هو برود زينسكي ساين وكيرنج ساين برود زينسكي ساين كيرنج ساين كل الفكرة مالتها تتمحور على اللور لب كل فكرة مالتها زين لازم شنو يكون فلات يكون فلات هذا بالبرود زينسكي والكيرنج ساين يكون فلات نرفع نسوي فلكشن للني إذا سوينا فلكشن للني الني والهبتاز عفوا لك شلل النك الني والهبتناس يمين فلكشن يعني هيش راح يصير هذا فلكشن هذا فلكشن هذا فلكشن إذا سوى فلكشن بالني برايد جينيسكي ساعم يعني أسوي فلكشن بالنك تلقائي يسوي فلكشن بالهبو تلقائي فلكشن اثنينات الهبو هذا برايد جينيسكي ساعم كيرينج ساين شنو موين نسوي فلكشن اثنينات هم نريد نسوي هيب فلكشن بس ما له علاقه بين نسوي فلكشن اثنين نسوي هيب فلكشن اللي خلي ايده اليسرى على هاي وايده اليمنى هنا طبعا هو بالعكس يعني انا بكون على الرايت سايد والايد اليمنى هنا الايد اليسرى على الني بالضبط بس انا للمعلومه احتبر هاي ايدي اليسرى هاي ايدي اليسرى هنا على الني والايد اليمنى هنا اريد اسوي اكستنشن بوضعيه هيب فلكشن ما اقدر ما واضح يعني كيرنج ساين اول شيء نسوي فلكشن للني الهيب جوينت الني راح يصير فلكشن يصير عنده ريزيستانس للاكستنشن مستحيل يسوي اكستنشن للني والهيب فلكشن هذا كيرنج ساين كيرنج ساين هو كي ني والاكستنشن البروجينسكي ساين مثل ما قلنا يكون فلات طبعا حتى هذا فلات هذا البروجينسكي اكثر شيء يكون فلات يسوي فلكشن للنك هاي تلقائية راح ترفع منها يعني هذا فلكشن وهذا فلكشن هبوني طب هذا من نجي الساين اللي تكون كل شيء بالأطفال اورينتيشن يعني خلصنا بس يعني من نجي الساين يعني ما احتاج يصير على يانج بيشنت يعني مو شيء سهل اكثر شيء بالأطفال خصوصا دول يصير عندهم منجيو يعني مننجايتس يعني سبب البكتيريا وكذا زين منجو كوكر بس عندنا منجر اوريتيشن ها خلصنا منجر ساين اذا بالراس قلنا ثلاث اشياء اللي هو منتل ستيتس منجر ساين كرانيوم خلصنا منتل ستيتس منجر ساين احسن كرانيوم نار كرانيوم عندنا 12 مو 12 زين اول خلي نطارك يبدي في الاوبتيك اول واحد الفاكتوري اول واحد هو لازم نغمض عيونه الفاكتوري بالبدايه شنو هو شوف الاسبكشن يعني شوف مثلا عنده نيزل ديفيجن تمام اذا راحت بالرايت معناها الرايت صار بي دامج زين شوف عنده هو ممكن عنده يكون كمون كولد يعني عنده مثلا شو اسمه انفلونزا
فما هو اصلا ما لوز اوف سميل او بولي بنوال اشياء. شوف علامات الانفلاميشن، علامات الانفلاميشن يعني هذا ماكو سميل حال التعب نفسه. شوف علامات الانفلاميشن بال تورج تمام، ونشوف الديفيجن زين. هذا السكشن خلصنا. بعد شنو خليه يقمر هناك وتسيت وان نوسترز ونقيس الثانيه ينفخ. أطر شيء معروف يعني مشهور مثل قهوة شاي أو شيء تمام. بس أشهدنا إنه أطر شيء أي مادة عطرية يعني تكنية كذا. ما كوفي؟ إذا كيف يوسف؟ إذا ليش تتكلم؟ ما لازم. غمض. متأكل يا يوسف؟ عكس التذوق مالها يعني. لازم عطرين مختلفة، هاي كين عطر وهاي كين عطر. لا نفس البايلاترالي، نفس العطر. ممكن هذه هنا مجتمع، هنا ما يقدر. تعيش هنا نطيب. ها؟ غامض. هنا حط هذا عجوز حط وكيتش جاي وشتغل. أي محدد أول ما وداعوا في الهاسمة. واحنا شنو الفكرة من إنه نسيد واحد النوز، النوسترالز، نخلي الثانية. مو إذا، بعدين هو يجيب رحتين مختلفة. إيه، عيدي سوي ريبيت. بس قصدي هو كل عطر لازم يسوي بايلاترال. زين هو شنو الفكره انه نسد واحده ونخلي الثانيه؟ شوف واحد يشتغل على مود البايلاترال يعني خلاص على مود الكونفرشن بايلاترال. اي بس هو هسه مو سوينا هاي، هسه حنسوي هاي. فممكن يعني اي شيء واخر شيء بالامتحان ليمون ليمون او شيء هذا كل شيء هسه حتى لو ما تعرف اشتغل شو تروح على المسجد شلون؟ انت بالعكس لا تمام خلصنا الاولفاكتوري. طبعا اللي يجي مايا مالوكل ها طبعا هو مو البرين ستيم بالمناسبه، كل الكرينال نيرف هو من البرين ستيم ما عدا الاولفاكتوري والاوبتيك، ممكن مو برين ستيم. فاللي يجي ممكن يكون ديفيجن، ممكن يكون انفلاميشن، ممكن يكون البيزل فراكشر. ليش بيزل فراكشر؟ الكريبري فورم بليت هي تكون البيزل فراكشر من ضمن، وهي تكون هي اصلا الابيثيليا مال الاوبتيك اوبتيك نيرف او فراكتوري نيرف. فاذا صار بيز فراكشر اوف ذا سكيل تروح خلص الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف كلش مهم. شو نشوف بيه؟ عندنا اوبتيك نيرف اللي هو مال النظر اللي يعني سنينر تشارت نشوفه مثلا حتى لو ماكو مثلا نبعد غمض عين غمض عين غمض عين نبعد مثلا يقول لها ايش قد؟ عينك الثانيه يا هاش جد عينك الثانية زين. هذا هذا ما عدا شيء سنير تشارت. طبعا أكثر شيء سنير تشارت هو أول شيء، بس إذا ما عدنا عاد يعني أي شيء أو مثلا رقم مكتوب على حائط أو شيء. أكيد يور فيلز هذا شو هذا؟ ما ذكرني الله أوبتيك نيرف. أقصد بي أكيوتي وفيلز. أكيوتي وفيلز بالضبط. هذا الفيجوال أكيوتي فيجوال أكيوتي. إذا شوف إذا هنا أنا ما قدر نتقدم، هنا ما قدر نتقدم ما قدر يتقدم. اخر شيء نستخدم لايت اذا هم ماكو اذا هذا لوس يعني مو هنا نقول علي انه عندنا لاينس. لا نتقدم نتقدم للمتر نص متر اخر شيء نستخدم لايت. ورا نقول بلاينس راح نقول بلاينس. هذا فيجوال اكيوتي. الفيجوال فيلد فيجوال فيلد ايش عندنا؟ احنا عندنا نقسم هسه فور كوارتر يعني ابر رايت ابر ليفت ورايت لور ليفت ورايت تمام. كل شد عينك لازم اقعد مقابل اني مو شد عيني مقابل عينك
زين اصير العين المقابل عينك يعني هيك تمام يعني مو هو عاد صار عين يمنى مو انا صار عين يمنى لا مقابله حتى تكون نفس الفيلد زين صار عينك زين اجي من الابر من تشوف اصبعك هو من قوم قوم مستواي لازم قوم مستواي من اشوف اني ايدي المفروض هو يشوفه تمام واذا ما شفته هو شافني انا عندي مشكله زين لا شوف هذا اشوفه انا اشوفه هم هذا اشوفه بس شوف لا ليش طبيعي انا بنفس اللحظه نشوفه تمام عين الثانيه يقابل هذا ما شو أشوفه شو والله كلا إذا شوفه لازم يكون مستوى مستوى نكون يعني ما يعني هسه طبعاً شيء ما يصير يعني مو مستوى لازم يكون مستوى نقعد مقابله خلي سيتنج وإحنا نقعد هم ماتين مقابله هذا بيجول أكيوت تمام كم كم هذا خلصنا خلصنا واحد إحنا عرف ما ضل بشيء زين طبعا بالمناسبه اذا عندنا فيجوال فيلد ليجن خلينا نتطرق شويه تفاصيله الفيجوال فيلد ليجن في البدايه احنا ايش عندنا بالريتنا الريتنا ايش عندنا الريتنا عندنا التمبرال سايد عندنا النيزل سايد بالريتنا التمبرال نيزل سايد كانه امام الار النيزل سايد راح يروح هيك والتمبرال سايد راح يجي جاي تمام هذا بالريتنا بعد يطلع عندنا شنو هو شنو يروح هيك هسه هذا الريتنا اللي هنا من هذا السايد يا صوره تشوف شوف المراه شوف هنا شوف التمبرال سايد الريتنال سايد شوف التمبرال سايد مال الفيلد الفيلد التمبرال سايد مال الريتنا تشوف النيزل سايد مال الفيلد يعني مراه يعني هو اعتبروه ده مراه فهالشيء بالعكس فهذا هنا الريتنا النيزل شوف الفيلد التمبرال تمبرال نيزل شوف نيزل فيلد فيلد اكيد على هاي زين هسه خلاص الريتنا طلعنا من الريتنا اوبتيك نيرف اوبتيك نيرف راح يتقسم بالاوبتيك كيازمه راح يتقسم التمبرال سايد مال الاوبتيك كيازمه تروح ما لها علاقه النيزل سايد هي راح تسميها كروس تمام يعني هذا الاوبتيك نيرف هذا التمبرال وهذا التمبرال وهذا النيزل وهذا النيزل زين مشان واحد منا واحد من ثاني منو صغرت الكاس ما صار نهيج تمبرال كمل طريقه بس النيزل قاطع والنيزل قاطع يعني هنا أنا بعد التم بعد الاوبتيك كيازمه اللي هو الاوبتيك تراكت الاوبتيك تراكت شو يحتوينا مال الرايد يحتوينا تمبرال سايد مال سايد مال رايد والنيزل سايد مال الليفت والحط هذا بالرايد الليفت مال النيزل الليفت بالعكس الليفت اوبتيك تراكت شو يحتوينا تمبرال سايد مال الليفت والنيزل سايد مال الرايت يعني هيك يعني هذا صار اوبتيك رايت شو يحتوينا الرايت تمبرال والليفت نيزل هذا صار رايت الرايت الرايت تمبرال والليفت نيزل هيك زين الراديشن ما له علاقه يعني هذا اخر شيء زين اذا هو عنده مشكله بالتمبرال فيلد ما شنو هو مال الابر واللور الاوتر يعني الابر ليفت لا اللور ليفت اللور لاتر بالابر لاتر يعني التمبرال سايد كلها راحت اذا هذا الليجن وين بالتمبرال سايد لحد الان لازم نخلي بالنا انه ممكن عنده ليجن وين بالنيزل سايد مال الجهه العين الثانيه يعني شلون هسه شوي داخلت الامور هسه انا سويت القياس من هنا مشافه ومن هنا مشافه اذا هذا يا فيلد تمبرال من مسؤول عنه النيزل مال يا عين يسرى زين هسه انا شو اتوقع المفروض اكو لما قلنا مرات النيزل يجي على الليفت يعني خلي بالك ما حسيتش على العين ما يجي على الاوبتيك تراكت بالعين هسه بالنيزل سايد المفروض اكو ديفكت النيزل فيلد انه هذا مال الليفت ما اقدر اشوف التمبرال فيلد صح؟ اجي على العين الثانيه شنو هو؟ يشوف التمبرال بس المفروض ما يشوف شنو؟ النيزل زين
احنا قلنا يصير كروس. تمام. كروس هنا عندنا ليجن يا اما بالعين كلها اوبتيك نيرف كلها ماكو الفيلد كلها ماكو هذا ليجن بلايندنس اوبتيك نيرف او عندنا ليجن بالاوبتيكازما او عندنا ليجن بالاوبتيك تراك ثلاث ليجنات ثلاث محطات تسويها بالاوبتيك نيرف العين كلها ماكو طافي فد مره الاوبتيك كيازما ليجن والاوبتيك تراك ليجن تمام اللي بعد الاوبتيك كيازما اوبتيك كيازما بالنص قبلها قبلها من جاي نيرف بعدها تراكت النيرف مال عين واحدة اللي تراكت مال شنو مال نص بنص تمبرال ونيزل زين اذا الليجن بالاوبتيك نيرف في العين كلها طافية تمام الليجن بالاوبتيك كيازمي اللي هو امتى يكون اوبتيك كيازمي بيتوتري ادينوما بيتوتري ادينوما انا شايف كيس هنا بالطوارئ بيتوتري ادينوما سويت هذا الفحص وطلع بوزيتيف بيتوتري ادينوما بتوتي ادي نار تضغط على الاوبتيك كيازما يعني الاوبتيك كيازما شنو النيرفات اللي بيها كروس نيزل اثنينات يعني المفروض اذا هاني هنا يشوف النيزل فيلد تمبرال فيلد زين وهنا يشوف التمبرال فيلد لا مو النيزل نيزل اثنين المضروبات هنا يصير بهم كروس ماكو تمام وهنا هم ماكو هذا بالاوبتيك كيازما يعني شلون يشوف شوف بس البايلاترال هيميبليجيا مال يعني دخل بالليفت والرايت مال نيزل بالضبط لكن يشوف التمبرال لا مال رايت ولا مال ليفت بالضبط يشوف التمبرال فيلد تمام يعني ها ما يشوف يشوف بس السنتر بالضبط شوف بس السنتر مين مسؤول عن السنتر تمبرال تمبرال بالضبط زين هسه الاوبتيك وين هسه الليجنج انه اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت مال الرايت مال هاي العين الرايت عين الرايت احنا قلنا اوبتيك تراك شو يحتوي لنا نيرف الفايبر تمبرال تمبرال مال نفس العين المفروض شو يشوف هاي العين اذا قلنا هيك النيزل ما يشوفها ايه زين قلنا النيزل مال العين الثانيه المفروض ها شنو هاي ما يشوفها يعني وحده بس النيزل وحده التمبرال اللي اللي السايد مال التمبرال اللي ما يشوف النيزل ماله هذا هو اللي بيجي من التراك يعني التمبرال يعبط بدون كروس والعين الثانية النيزل ما يشوفها النيزل مضروب التمبرال ما يشوفها مو اكو مشكلة بين النيزل سايد مالتنا والنيزل والتمبرال فيلد هي بالعكس مرآة من نقول هنا نضرب التمبرال مال الرايد يعني معناها الليجن وين بالفيلد النيزل وضحت؟ وشو معقول معقد يعني اذا مرآة يعني بالعكس اذا كتراكت ايوه اذا كتراكت يعني التراكت قلنا مال الرايت شو يحتوي لنا تمبرال مال نفس السايد سايد مال الركنه اللي مسؤول عن الفيجن مال النيزل والنيزل سايد مال الركنه مسؤول عن الفيجن مال التمبرال هذا بالرايت اذا صار في ليجن هسه نقيسه اعتبر هسه عنده رايت اوبتيك تراكت زين قول عن هيك هيك ثانيه زين مفروض هذا يشوفها بس هاي ما يشوفها يعني هذا نيزل التمبرال عنده خير يعني هو التمبرال ما يجي يشوف فما يشوف النيزل بالضبط اقول على العين الثانيه قلنا التراكت مال الايمن شو يحتوي لنا بالعين المقابلها نيزل سايد يعني المفروض ما يشوف شنو هو التمبرال اكو صوره موضحه عندي لكم اياها الصوره اللي هي مال العينين وهيك بالضبط هم اللي في الداتا يعني كلش مهم معاي يعني خصوصا بالاوبتيك كيازما انت شلون تحبوها بالاكثر شيء بالاوبتيك كيازما هو اللي يجي لي دائما اوبتيك كيازما بالنسبه للادينوما هو المهم البايلاترال فيهن ما بايلاترال فيهن ما يعني سنترال بس مثل ما قلت فيجن سنترال صاير اذا من مسؤول عن البايلاترال نيزل مال التو سايد يعني صاير بيك كلوز خلصنا الفيجن اوبتيك شنو بعد عندنا اورفاكتوري ابيديوسنت فاكتوري تروبيلر ابيديوسنت اول فاكتور مسؤول ان الموفمنت مال الاي تروبيلر ولا ابيديوسنت على فكره عندي ببالي بس التعبير هون اوكيلوموتر مسؤول ان الاول موفمنت ما عدا سوبيلر شنو شو يسوي سوبيلر انفيريور ولا لاترال اللي هو الابيديوسنت نسوي كات شيب نتحمل تبع اصبعي بعد
هذا اتشيل تمام. هذا الاوبتيك الكيلومات الابديوسنت وين؟ لاترال. اذا عندنا ليجن بالابديوسنت راح تسحب منه الميديال تسحبه، فالعين راح تبدا جهه الميديال تمام. يعني ديفكت ما يعني اعتبروها انتم عضلات من الريسيستانس متساوي بالطرفين، فاذا فقد ريسيستانس منو راح يسحب؟ مقابيله تمام. فايش نسوي؟ ونقدر هم بالاتشيب راح هو طيب الاتشيب راح تطلع عندنا تبع اصبع شوي تمام. الابديوسنت اللي هو شنو انفيريور لاترال تبع اصبعي هاي ما سويت مال عين مال عين يسرى هسه زين سويت مال عين اليمنى لان العين يسرى شوبير الاوبليك مصر عين لا تروفيا انت قلت اوكي لوموتر انت لوموتر خلصناه تروفيلير شنو لعب؟ تروفيلير تروفيلير هو هذا العضل انفيريور انفيريور لاترال وال ابديوسنت ابديوسنت لاترال هي عملي هي البطل عملي كيف خلصت وكمل كمل هذا تروفيلير عفوا ابديوسنت تبع اسمع يوسف هذا تروكيليار الابديوسن زين تبع اصبعي هسه راح نقيس شنو هو انفيريور لاترا مال هاي العين مال الرايت تروكيليار نيرف زين هذا هسه هاي العين تمام قول الكيلومتر شنو قلت؟ كيلومتر مال فوق جوه وميديال فوق جوه وميديال زين تمنى ثلاثة ستة طبعا عندنا الابديوسيت ما عنده بس هاي الاجزام التروكيا ما عنده بس هاي الاجزام اوكيلو موتور بي اجزام اكثر من واحد اوكيلو موتور بي هاي بالضبط الريفلكس يوبول والموفمنت مو بتخلصنا نجي الريفلكس زين احنا عندنا من ناخذ نسوي ضوء طبعا نسينا اليوبول ريفلكس مال الوضع سوي هم ما تطلع راح يشترك زين سوي نخلي لايت من راح يستقبل اوبتيك من راح يرجع اوكيلوموتر زين الاوبتيك الاوكيلوموتر النيورون مالتي ينطبع لاترال يعني اذا استلمت احساس من هاي العين الافرت راح يجي باي لاترال بالعينيه وضحت فعندنا ثلاث قياس يعني اول شيء نشوف الدايركت هاي والاندايركت الدايركت هاي نضوى عليها اللايت نشوف هل هي بها مايوسيس بعد شنو نضوى بنفس العين نشوف العين الثانيه تمام بها مايوسيس او لا هاي سوي دايركت واندايركت زين فرضا سيناريو سيناريو حلوه يعني بس واحد تخيل رايح جاي خلينا اللايت بهاي العين تمام هاي العين ماكو اي سنسيشن ماكو اي ريفلكس بالاوبتيك اوبتيك ماكو خلي بس من نقول اوبتيك لحد هنا من لازم نفحص الثاني ممكن اوكيلوموتر يعني ماكو اساس بس ما اجاد ممكن بس شلون نتاكد اوبتيك شوف العين الثانيه العين الثانيه دخل بها الضوء سوت مايوسيس وهاي العين هم سوت مايوسيس يعني بالاوكيلوموتر لازم اثنينهم بس بالاوبتيك لازم بس نفس الجهد لا مش شلون لازم تسوي بايلاترالي بس شلون انت تجذب انه هذا اكيلو اوبتيك مو اكيلو اوكيلوموتر بايلاترالي هاي بالدايركت اي يعني هسه اني اجيت ضويت بهاي العين ماكو ريفلكس اقول يا اما هو الاستقبال اكو بضرر الاوبتيك يا اما الراجع هو بالخلل اللي هو اوكيلوموتر شلون اميز؟ اروح على العين الثانيه العين الثانيه اذا لقيتها نفسها اوكيلوموتر تمام؟ واذا ما بيها شيء يعني اوبتيك لا مو الاوكيلوموتر يا اخو اذا لقيتها اكو بها ريفلكس هذا الاوبتيك مال هذا مشكله يعني لو يعني من صار ريفلكس يعني اكو شغال اوكيلوموتر الاوكيلوموتر شغال تمام بس الاستقبال مو شغال والاوبتيك مال هذا عين وضحت؟ بس اذا اثنين اخذ مكررات هذا اوكيلوموتر بس مو يبي بالتفاصيل زين نعطيك هاي الاوبتيك زين سيناريو اخر ضوينه ما جاب بها ريفلكس بس جاب هذا الريفلكس
اوكيومتر مشكلة مال هاي. اوكيومتر مال هاي المشكلة مال هاي العين. يعني والدليل على ذلك اجى ريفلكس بهاي العين. الاوبتيك يستقبل من اثنيناتهم. لا الاوبتيك يستقبل من واحد، الاوكيومتر اثنيناتهم ينطي. اوكي. السلام عليكم.